الله يحفظك. وحسين Je tenais absolument à répondre à tous les besoins depuis l'importation des films. أولا مدينة تطوان من المدن اللي يعني لازم العالم كله يعرف ان دي مدينة سياحية عظيمة، شعب عظيم تحت رعاية جلالة الملك. يعني الحقيقة انا شايف حاجة مشرفة جدا، البلد جميلة جدا وشعب شعب تطوان جميل قوي وشعب المغرب بوجه عام. يعني دي مش اول زيارة ليا للمغرب، دي يمكن الزيارة الرابعة او الخامسة، وكرمت قبل كده من خلال اعمال سينمائيه قدمتها في مهرجان كازابلانكا وفي وجده، وده بقى تتويجي الكبير لان مهرجان تطوان مهرجان مميز، مهرجان ليه وزن. مبسوط قوي ان انا دخلت في مصاف نجوم سينما مصريه كبار على راسهم الاستاذ يوسف شاهين كمخرج، الاستاذ نور الشريف، استاذ فريد شوقي، استاذ كمال الشناوي. فكون ان انا ابقى اكرم من هذا المهرجان زي النجوم الكبار ده شيء عظيم جدا جدا بالنسبه لي. هل تعلمتي الدارجه المغربيه؟ اخذتي كلمتين مغربي ولا لسه؟ لا بعرف يعني. هو انا قبل كده عملت مسلسل مخابراتي اسمه الصفعه، وكان من احد الشخصيات اللي لعبتها لان كنت بلعب ضابط مخابرات اسرائيلي، فكنت بعمل شخصيه واحد سائح مغربي. فلجأت لزوجة صديق ليا الفنان احمد رزق علشان تعلمني المشاهد بالنطق المغربي الى حد ما. يعني اتمنى تشوفوه، هو مسلسل مش جديد قوي، انما عملت شخصيه اعتقد انها لقت استحسان وبحاول يعني افهم واعرف. يعني شويه شويه جديد عندك؟ في عندي مسلسلين بس عدد حلقاتهم 15 حلقه، ومسلسل تاني 15 حلقه، بس لسه لم يتم تحديد موعد التصوير. عندي فيلم هينزل ان شاء الله اسمه 13 يوم، هو فيلم هورر، فيلم رعب. أنا وأستاذ أحمد داوود ودينا الشربيني، إخراج الأستاذ وائل عبد الله وإنتاجه. عندي فيلم نازل إن شاء الله قبل أكتوبر أو في أكتوبر اسمه السرب، ده فيلم بيتكلم عن رد فعل القوات الجوية لحدث مأساوي حصل في ديرنا بذبح 21 مسيحي على شط البحر، وكان الرد سريع من الإدارة المصرية ومن القوات المسلحة وبالتحديد القوات الجوية، وبلع فيه قائد القوات الجوية. إن شاء الله يعجبكم وينال إعجابكم.